هذه الندوه التي تنظمها الوداديه الحسنيه للقضاة حول قواعد الحكمه الجيده والنجاعه القضائيه هي ندوه تكتسي اهميه بالغه، وهي ندوه ايضا في صلب الراهنيه التشريعيه والمؤسساتيه ببلادنا، على اعتبار اننا بعد وضع الاطار القانوني لفصل السلطات بمقتضى الدستور وارساء سلطه قضائيه مستقله، نحن الآن بصدد وضع اللبنات الأساسية لتحقيق مبدأ آخر في الدستور بالإضافة للفصل، وهو التعاون والتوازن بين هذه السلطات، مما يطرح في الصميم إشكالية الحكمة في الإدارة القضائية. كثير من التجارب الدولية تساءلت هل يتولى القضاة قول الحق وإنتاج العدالة أم يتفرغون لتدبير المحاكم. هناك من جعل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل هي التي تتولى التدبير، وتجارب أخرى جعل القضاة هم الذين يتولونها. احنا في المغرب اخترنا واحد النموذج اللي هو معروف أيضا وحقق نجاعته، هو النموذج التشاركي، والمرجعية القانونية تنص على التدبير الإداري والمالي للمحاكم، تدبير مشترك بين وزارة العدل والسلطة القضائية، وهي تجربة تحتاج إلى الكثير من الابتكار والكثير من الثقة، وحنا الآن توفقنا في هذه المرحلة في إرساء دعائم الثقة والتعاون، وكنوضع الآن نصوص قانونية وتنظيمية من شأنها أن تبلور هذا النموذج المغربي في التدبير المشترك للمرفق القضائي وللمحاكم، حتى تكون هناك نجاعة قضائية وقضاء القرب وتمكين المواطنين من الولوج إلى العدالة التي تحقق العدل وتحمي حقوق الإنسان وتحقق أيضا التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تتبعتم فالندوة اليوم هي ندوة وطنية بشراكة بين الودادية الحسنية للقضاة، المكتب المركزي، وبين وزارة العدل. تمت في أجواء جميلة جدا، بحيث المداخلات كانت غنية بخصوص الموضوع الإدارة القضائية وقواعد الحكمة الجيدة. طبعا هناك نقاش أثير كثيرا حول الإدارة القضائية، الكثير من يعتبر بأن هناك خيطا رفيعا يفصل بين الإدارة القضائية والإدارة الإدارية. المسؤول القضائي في عمله عمله إدارة قضائية، ليس فقط في الجانب القضائي وإنما حتى في جانبه المتعلق بعمل كتاب الضبط. فذلك يبتدئ من الأداء الأول بصندوق المحكمة إلى غاية التنفيذ، خاصة بالنسبة للقضايا التنفيذ الزجري. الأداء يبدأ بأداء الرسم القضائي، وبالتالي فهنا لا يمكن القول أن هذا عمل إداري الصرف، فهذا الرسم هو رسم قضائي وليس رسم إداري. ثم تنفيذ الأحكام الزجرية، مصلحة التحصيل، تحصيل الغرامات بكتاب الضبط، ماذا تقوم بتنفيذ؟ تقوم بتنفيذ الأحكام والقرارات. إذن فهناك علاقة وطيدة في عمل المسؤول القضائي بين ما هو قضائي وما هو إداري. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة. اليوم نعيش عرسا كذلك دسما في إطار واحد السلسلة ديال اللقاءات اللي كتعملها الودادية ضمن البرنامج العام لأنشطتها. ندوة اليوم هي كتدخل في واحد برنامج اللي هو مشترك مع وزارة العدل الشريك للودادية في إطار واحد شراكة فيما بيننا، واللي اخترنا لها واحد الموضوع ذا أهمية بمكان، موضوع له راهنيته، ألا وهو الإدارة القضائية والحكمة الجيدة. هذا الموضوع اللي هو كيدخل في واحد الإصلاح
الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واللي له دوره الأساسي في إعادة ثقة المتقاضي بالقضاء. كذلك بعض المواصفات التي تكتمل في المدير أو المدبر للمحكمة القضائية في إدارة قضائية ذا حكامة جيدة، ولمواصفة يتصف بها المسؤول القضائي من كفاءة وجرأة وتدبير وتسيير محكم للوصول إلى إدارة قضائية جيدة. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.